سوريا. بعد دخول الثورة السورية عام الخامس وتحولها للسلاح كنتيجة حتمية للعنف المفرط اللي استخدمه النظام ضد الثورة من بدايتها، كان لابد من تدخل دولي لعقد مؤتمرات ومفاوضات بين الجانبين بتأدي لانتهاء الحرب. كان أهم هالمؤتمرات جنيف 1 وجنيف 2، وبالوقت الحالي بلشت المشاورات لعقد مؤتمر جنيف 3. من قلب البلد عهوى راديو سوريالي. أصدقائي المستمعين، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج من قلب البلد عهوى راديو سوريالي، معي أنا زين. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن مؤتمر جنيف 3 وتطلعات السوريين لقلو بعد سنين الحرب الطويلة والصعبة اللي عم يعيشوها. لكن بتضل الآمال المعقودة على المؤتمرات قليلة لأنه عنا تجارب سابقة. فكان في مؤتمر جنيف 1 واللي طلع ببيان لخطوات الحل بسوريا واللي بتبلش بحكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، إضافة لوقف العنف والقتال من جميع الأطراف وإطلاق سراح المعتقلين وضمان حرية الصحفيين وحرية التظاهر السلمي وكتير من الخطوات التانية اللي ما صار منها شيء حقيقي على الأرض، لنوصل لمؤتمر جنيف 2 واللي كان أول مؤتمر بيجتمع فيه مسؤولين من النظام والمعارضة على طاولة المفاوضات بشكل مباشر. المؤتمر فشل وكان له صدى سيء لدى السوريين اللي كان الشعور الأبرز عندهم أنه ما حدا عم يشوف معاناتهم مع استمرار الحرب. بالوقت الحالي بلشت المشاورات لجنيف 3 وسألنا مجموعة من السوريين شو بدهم من مؤتمر جنيف 3. أنا كسورية بدي من مؤتمر جنيف 3 اللي بده يصير قريبا أنه يكون بداية لحل سياسي لحتى يمشي بالبلاد ببلدنا بسوريا أنه نخلص من هاي الأزمة اللي نحن هلأ عم نعيش فيها. مؤتمر جنيف كونه محط الأنظار هلأ لكتير من السوريين، يعني على اعتبار أنه يعني هو الحل الأفضل لوقف النزاع الدائر بالبلد. يعني أنا بتمنى أنه كل التوصيات والاتفاقيات والاقتراحات اللي بدأت تندرج بقائمة أعمال مؤتمر جنيف 3 هي تصب بمصلحة الشعب السوري بالدرجة الأولى، ويعني أنه ما تبنى على رغبات وأهواء أطراف النزاع، لأنه كل حدا صاير فيهم عم يسأل عن نفسه فقط لا غير. أنا هي الأمنية الوحيدة اللي بتمناها. طبعا أهم توصية أنا بتمناها تكون موجودة ونلمسها على أرض الواقع هي وقف الاقتتال الفوري وفتح المناطق المحاصرة وتوصيل المساعدات الإنسانية لهي المناطق والإفراج عن جميع المعتقلين. وبتمنى أمنية تانية أنه يتم عمل لجنة مرادفة لمؤتمر جنيف بحيث أنه تكون ترعى موضوع القرارات اللي بتنطرح أنه هل نفذت أم لا، لأنه نحن دائما عم نوقع بنفس المطب بجنيف 1 وجنيف 2. كان في نفس المشكلة أنه في توصيات واقتراحات بعدين عم تخانقوا آخر شيء على حسب أهوائهم ورغباتهم وتوصيات الدول الداعمة لكل طرف من أطراف النزاع. فهي الأمنية الوحيدة اللي بتمناها. هو راح يحدد طاولة الحوار اللي ممكن بعدين تتطور، وما بتصور أنه جنيف 3 ينجح، بس بتصور أنه يحدد عمل جديد على الأرض، يحدد دور النظام ودور المعارضة، وحدد كثير قصص نحنا ما تحددت بجنيف 1 وجنيف 2. وأنه جنيف 3 ممكن يحقق شروط جنيف 1 أو جنيف 2 من المستحيل، لأنه لازم يكون في أولويات عمل تنشغل صح، لازم يكون في طرفين متساويين بالقوة لمنهم يقدروا يشتغلوا بموضوع المساواة وموضوع انه يتشكل حكومة التكنوقراط. بس برأيي انه يعني ممكن يحدد بس شروط واضحة للطرفين فقط، مش اكثر منه. منرحب فيكم اصدقائنا المستمعين مرة جديدة. مثل ما سمعتوا بلشت المشاورات لمؤتمر جنيف 3 واللي ما راح تكون سهلة. فقرر ستيفان دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا دعوة 40 طرف من أطراف المعارضة للمشاورات تشمل المعارضة المسلحة.
إضافة للأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة بالوضع السوري. فهل رح ينجح مؤتمر جنيف هالمرة ويكون بداية لنهاية الحرب بسوريا؟ بالنسبة للموضوع التفاؤل، أكيد كنا متفائلين، يعني كون نحن هذا هو الحل الأوحد يعني الناجح حاليا ووقف الاقتتال، يعني مثل ما بيقولوا بالمثل الشعبي إنه الغريق بتعلق بأشياء، فأكيد متفائل. هو الحقيقة يعني المتوقع والغالب إنه هو حيفشل للأسف، يعني حسب ذاكرتنا اللي يعني وحسب المرات القبيلة المرات اللي قبل بجنيف واحد واثنين، يعني لهلأ ما في أي بوادر للاتفاق، لكن يعني منضل في عندنا أمل، يعني لأنه ما في لنا غير هالشيء. وإنه ممكن جنيف ثلاثي يحقق شيء على الأرض ملموس بظل كل هاي النزاعات الموجودة بظل كل الطائفية والتسليح العشوائي اللي عم يصير على الأرض، ما بتوقع إنه يحقق شيء إسا حاليا. من قلب البلد عهوى راديو سوريالي. مع تمنياتنا أنه تنتهي الحرب بسوريا ويحقق السوريين أهدافهم بالعيش بحرية وكرامة، أنا بودعكم على أمل نلتقي بحلقة جديدة الأسبوع القادم. لا تنسوا فيكم تسمعونا على موقعنا سوريالي.com وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام. طبعا بتقدروا تلاقوا أرشيفنا على ساوند كلاود وتولفوا علينا FM. معكن كل يوم حنرافقكن، سوريالي بيبقى معكن من قلب البلد بخبركن. كنتوا عم تسمعوا من قلب البلد مع زين عهوى راديو سوريا. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015.